furaha kubwa sana niseme karibuni, karibuni, karibuni. Msikie mwimbani. Hotuba yetu itakuwa ni fupi mno. Itakuwa na nafasi ya za wazee mbili tatu. Baada ya hapo, tena kumoja hatua ya ufunguzi. Lakini nimepata na kuwaza kwenda daftari ya ufunguzi. Baada ya hapo, inshallah tutapata Qur'an Mukarimu. Maneno Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo, inshallah ta'ala tutamswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuisha milango miwili. Baada ya milango miwili, alhamdulillah, tutakwenda kumaliza jambo letu na kusikiliza maneno ya nasaha kutoka kwa shehe wetu, na baada ya hapo huenda tukaenda kumaliza na dua ya kuhitimisha kabisa, ili watu wakarudi kuzingatia lazima yetu kwa ufupi tu, ili kuendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo sasa niombe kikao chetu kama hivi kilivyo, kama mama tu anatukaa, sio sawa sana. Mtu anaomba kwamba hapa ukikaa tuweke hivi, tuwekeshe hivi, wala ukafale tuweke hivi, ni mpango kwa vijana, wale vijana wakubwa wakubwa kule wakae hapa karibu, inshallah ni umwekeje sawa, inshallah. Basi baada ya hapo, alhamdulillah, mimi niende moja kwa moja nipate zile fatiha kutoka kwa mwenye kishana mzee Abdallah bakujua. Inshallah tupate fatiha tatu kwa mzee wetu mgeni, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا لمن هدينا وارحمنا وتفرقنا بعد فرق ما سمى لا تدع فينا لا منا لا بشيء مهما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا سرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه محجزون الا قلت الا قضيته واستطعت. يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Thank you.
بسم الله. والله أمي
hakukulipa unanufaika na sasa ingie kwa vijana huko kwa ajili ya sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale vijana ambao wanaendesha sala ya Mtume asimsaidia hapa ili spika hii inaweza kuimiliki sana. اللهم صل وسلم ويبارك.
الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا صلى الله عليه مقتدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. اللهم صل وسلم وبارك بأمر الموارد موسى الحرية صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. هدي والجبال اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. طائرة النبوية صلى الله عليه وعلى آله. من والى اللهم صل وسلم على جليا صلى الله عليه وعلى في غطة الخطأ وخطى اللهم صل وسلم وانشر من قصة المولد النبوي ورود الرسالة من عبقرية صلى الله عليه وعلى من النسب الشريف تحلى المسامي بغلا اللهم صل وسلم عليه قويا صلى الله عليه وعلى آله. إنه لا حول ولا قوة إلا بالله عدر الله ما كبره الكريم بعذب شديد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعضها قوله سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وسيده صلى الله عليه وعلى آله. ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد الملاك
له الوعين كل الذي يكتب له فقال اللهم صل وسلم وقصي وسمه مجمع سينفر بقصي القطاسي في بلاد قوات القصية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقد ربت الروح في جبين جبين.
حدا وطلي وابنه عبد الله عقري عقري الله من كبر الكريم بعنف الشديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يا رب صل على الكفار والمضر والانبياء وجميع رسل بعدك، وصل رابع الحاج وشيعته وصحبه من الطيبين قد مشى، واذكر الاسلام maulidi yetu nadhani imefikia mwisho, na sasa ni muda sasa wa kupata mawili matatu kwa shefu wetu, kabla watu hawajachoka kabisa. Watu naona makaburi yamezidi sasa, makaburi yamezidi sasa, tuyawai haya makaburi kabisa, haya nawa maandiko. Inshallah, nadhani nimba sasa wakutenda masikio kupata maili matatu kutoka kwa shehe wetu shana shehe Mwongea na Waislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ni furaha iliyokuwa kubwa ya leo tukaweza tena kufika Ghurafat kwa ziara yetu ya kila mwaka, ambao hapa tumekuwa ndio wenyeji. Hapa Ghurafat tumekuwa ni wenyeji, tukija hapa huwataja nyumbani, na ilikuwa twapita, lakini mwaka huu mzee wetu mzee Abdul akatuwekea mahali, akasema mwaka huu mkija mulale hapa kisha muendelee na safari. Na mahali kama hapa mwaka jana nilipatiwa zawadi tunu na mzee wetu Abdul, alipatia shamba ambao liko alhamdulillah, na yale makaratasi yamekamilika, na inshallah ile shamba tutataka kulishughulikia, na tunaye mwakilishi wetu ndio ambaye driver yetu ndio mji wetu, yeye yuko Dodoma, Sheikh Mjungu yuko hapa, ambao sasa yeye ndio tutamtuma yeye na kumhakikishia angalie namna gani ataliamilisha ile shamba kabla ya kufikiria tutajenga nini wala nini, amilishe kwa kulima chochote ambacho kama anachoona kinacholimwa katika sehemu hili, basi awe atalima, atavuna, atauza, kisha kila alichokuza atakuwa atakuletea sisi. Kwa inshallah taala, kuanzia leo na kuanzia sasa tumwache yeye alisimamie lile shamba letu ambao liko hapa, na kesho inshallah tutakwenda kutembelea na kuomba Mungu ili lifanye harakati. Hilo ndio la kwanza, na ni furaha na ni kushukuru na ni neema kubwa kupata sehemu kama hili tukoweza kupata shamba.